أمطار عاصفية وقوية تتجه إلى المملكة نصر الله التبات. سوف نقدم لكم إن شاء الله توقيت دخول هذه الأمطار والمدن المعنية بالتفصيل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس في المغرب. ولله الحمد بشائر خيل تلوح في الأفق بدخول أمطار عاصفية وسوف تغطي المملكة إن شاء الله. فلا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في قناة، شكرا لكم. ويتوقع ابتداء من زوال اليوم بعد التساقطات المطرية فوق المرتفعات الأطلس الكبير على تبانت وكمدن أمزمز وإمنتانوت تبقى أمطار نسبيا ضعيفة وتساقطات ثلجية مع أجواء غائمة على السواحل الوسطى. بالنسبة ليوم الخميس أجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة كما قلنا مع اقتراب وكذلك دخول منخفض جوي غير مسبوق إلى المملكة سيؤدي إلى أمطار عاصفية قوية، عاصفة مطرية قوية جدا سوف تؤدي إلى أمطار غزيرة على عدة مدن من المملكة على تقريبا جميع مناطق المملكة. سوف نقدم لكم بالتفصيل إن شاء الله التبات لهذه الخيرات. سوف يبدأ هذا الاضطراب أو هذه العاصفة المدارية المطرية القوية من أقصى جنوب المملكة على الداخلة وأوسترد وكذلك العيون وأتزاق وكذلك أمطار جد معتبرة على بوجدور وكراع وسمارة والعيون. سوف تبدأ هذه التساقطات المطرية وعلى أوسترد أمطار غزيرة وقوية سوف تمتد إن شاء الله كذلك على عدة مدن من المملكة خصوصا على سمارة وكذلك أمطار حاضرة على بوجدور عيون قلميم طانطان وأوسترد وأمطار جد قوية على رفود بحول الله. أمطار جد غزيرة وقوية سوف تبدأ إن شاء الله من جنوب المملكة وسوف تنتقل تدريجيا إلى المدن الداخلية والمرتفعة وكذلك السواحل. أمطار حاضرة على تيزنيت بولفاع ودانت وتاليوين وطاطا وآشت. أمطار حاضرة على كمدن أمزميز إمنتانوت وكذلك الجنوب الشرقي على أكزوا ورزازات وتازناخت. أمطار حاضرة على إمنتانوت وكذلك أمطار جد معتبرة على إيملشين وأسول. سوف إن شاء الله فترة المسائية وفترة الليلية سوف تنتشر هذه التساقطات المطرية خصوصا على عدة مدن من المملكة والمدن المعنية فهي كالتالي: أمطار حاضرة على قرسيف تازة توريت عاطف كرامداز وإفران وضط الحاج ميسور معتركة والماس والرمان خنيفرة ميدل تونفيت وزوج الشيخ وادزم خريب قلب روج بني ملال أزيرة قلع الساخنة تبانت أوكيمدن أوزميز إمنتانوت اليوسفية بن قرير سيدي بن نور سطات برشيد رقارة أولاد فرج شيشاوة وإمنتانوت أيداود وسوس ومرتفعات الأطلس وترودانت وكذلك أكادير أتباب الفا وتيزني سيدي إفني قلميم أفركات. أمطار جد قوية كذلك حاضر أمطار معتبرة على طانطان وسمارة بإذن الله. أمطار غزيرة ومعتبرة كما تشاهدون مشاهدينا الكرام طقس قوي سوف يغطي المملكة كما تلاحظون أمطار جد معتبرة وعاصفة نسأل الله الثبات لهذه الخير.